على نوافذ البيوت تناثرت قطرات الثلج بهدوء وهمست في الأذن تفاءلوا. أما صفحات الأردنيين الافتراضية فاكتست خلال الساعات الماضية باللون الأبيض مع مشاركتهم للعديد من الصور ومقاطع الفيديو للضيف البارد الذي غطى المملكة. فرحة بالثلج شاركها نشطاء السوشيال ميديا على حساباتهم، وكاميرات الهاتف لا تهدأ من أجل توثيق هذه اللحظات البيضاء الباردة. من بين الوسوم أو الهاشتاجات البارزة على منصات التواصل كان هاشتاج نشامة الميدان. شارك عبره الأردنيون كلماتهم الشاكرة لجهود الجهات الرسمية في التعامل مع الحالة الجوية. وسمو ولي العهد أيضا عبر القصص المصورة على إنستغرام شارك مجموعة صور للنشامة في الميدان. بالتأكيد المقاطع الطريفة كانت حاضرة في تفاعل الأردنيين، لنتابع جانبا منها في هذا الفيديو. أقسم بالله الله حيكم يا شباب، الله حيكم. هذا الشعب الصح يا شباب. الأردن أولا، وإن كان للجمال عاصمة فهي الأردن. اللي بده يتحدى هي الحارة من هدى، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدى. ألو مين؟ أنت فين يا ابني؟ ما بتردش ليه على التليفون؟ أنت فين؟ أنا بموت يا فخري. طيب خليك مكانك وإحنا هنتصرف. أوصف لي المكان اللي أنت فيه. خير، اللهم اجعله خير. انا في مكان واسع وكله ابيض في ابيض. هاشتاج ثلوج الأردن حاز ما يقارب 4000 تغريدة خلال الساعات القليلة وتصدر الترند الأردني. غيداء تقول بحسرة: احنا ولا إلنا دخل بالعجبة. أما نسرين أبو سلطان فتقول: أنا سعيدة بثلجة عمان، عقد ما الناس مبسوطة. أكثر من 50 سنتيمتر ثلج عنا بكندا، لأنه ما في عنا لا عدس ولا كستنة لا بطاطا حلوة ولا صوبة كاز نحمص عليها سندويشة زعتر فنبسطوا. أما شاهد شحادة فتعلق: العدس على نار. وهذه التغريدة من رافين تقول فيها: السوشيال ميديا مثلجة أزيد أو أكثر من الجو برا. وعتبة الخصاوني يعلق معاتبا في هذه التغريدة: عرضوا أنفسهم وغيرهم للخطر بخروجهم رغم التحذيرات من أجل صورة مع الزائر الأبيض للفيسبوك أو حالة الواتساب، إنها فئة غير مسؤولة من الشعب الأردني تبحث عن اللايكات. ما يقوله عتبة كان حول هذه المقاطع التي انتشرت أيضا على المنصات المحلية، إذ توثق حوادث السيارات التي انزلقت في الثلج رغم توجيهات مديريات الأمن العام بعدم الخروج من المنازل، إلا أنه للأسف كان هنالك استهتار من قبل عدد من المواطنين. يا حبيبي شوف بكم. يا
هي هذا السبب هلا ليه هل صار بخبط فيه ولا لا؟ عاد خلينا نشوف مع بعض. هاي يعطيك خير. قبل أن أختم قصتنا حول الزائر الأبيض سأترككم مع هذه المقاطع، لكن ليس من الأردن، من الحرم القدسي الشريف والمشاهد الجميلة للثلوج هناك. Amor.